حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين في حلقة متجددة بالإيمان بعون الله عز وجل والتوجيه الطيب الناجح بتيسير الله وكرمه. أبتكلم عن نعمة من نعم الله عز وجل علينا، ونعم الله عز وجل يعني علينا لا تعد ولا تحصى، ولكن نسأل الله الكريم الرحيم أن يجعلنا إياكم شاكرين، وهي نعمة من الله عز وجل وأمر، هو أمر ورحمة، وهو صفة ستر الله علينا. يا جماعة، ستر الله علينا من أعظم يعني نعم الله على البشر. يعني ستر الله يسدل على العباد ذنوبهم خطاهم وخطاياهم وزللهم، والحمد لله الناس ما يشوفون بين الناس غالبا إلا الحسنى. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن الله عز وجل من أسمائه الستير، وأنه يستر الله عز وجل عيوب البشر ويعني زللهم حتى يكونون مقبولين عند الناس، كما قيل: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يعني كل إنسان عنده ذنوب وتقصير، ولكن الله عز وجل لطفه وكرمه وفضله ورحمته، يا ربي لك الفضل والحمد والمنة أنك سترت عيوبنا. يا ربي كما سترتها نسألك أن تعفو عنا وتجاوز عنا وتغفر لنا يا رب العالمين، وطهر أعمالنا وقلوبنا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. يا جماعة، ستر الله عز وجل لما صار على العبد، والله سترك ذنوبك في ليلك، لا تكفر هذه النعمة ثم تروح تكشف ستر الله بنفسك، كما قيل: بط عينه بصبعه. خطأ خطر وذم وسفه أنك أنت الله يسترك وأنت تروح تكشف ستر الله عز وجل. والله العظيم أن هذا واقع بين كثير من الناس، أن الله عز وجل يرتكب له ذنب وشيء قبيح ثم ما يعلم أحد البشر، ما يعلم منه إلا الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فيذهب فينقل هذا الخطأ الذميم والجرم العظيم إلى أحد من أصدقائه، يقول: أنا فعلت كذا وكذا وكذا. يعني الله استرك وأنت تروح تكشف سترك، صارت الجريمة، صار الخطأ، صار الجرم، صار الزلل، تجاوز الله عنك وسترك ولا كشفك، أطلب من الله أن يعفو عنك، أو استر على نفسك أقل شيء، استر على نفسك، حتى يقول كلمة اللي يقول يعني: إذا بليتم فاستتروا. طبعا هذا مثل، كلام صحيح، إذا بليتم فاستتروا، مو حديث هذا، ولكن المعنى صحيح 100%. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. بعض الروايات: ستر الله في الدنيا والآخرة. فتكلمنا أن الواحد لما الله يبتليه أن لازم أن يبذل على الجهد على أنه يستر نفسه كما ستره الله عز وجل، يعني يكفيه ستر الله ويشكر الله على ستره، ثم أنه بعد ذلك هو الستر بين المسلمين. لما رأيت شخص من الناس ابتلاه الله عز وجل، خاصة الآن، يعني الآن احنا نتكلم في يعني زمن السرعة في برامج التواصل، رأيت شيء تعرفه ما تعرفه ابتلاه الله عز وجل وهو قد يكون مستور، لا تروح تظهر للناس، ترى من طق باب الناس طقوا بابه، ومن ستره الله عز وجل. يعني وبعض الناس يعني يكون يعني يتلذذ بكشف عورات المسلمين، احرص اذا رايت شخص، رجل او امراه، قد ستره الله ان تساهم في ستره وتمرهم مرور الكرام، حتى لو ان الشخص هذا تقول
قد ظهر أو أعلن عنده عند بعض الناس لا تساهم في نشره، لا تكون مساهم لبلايا وخطايا الناس، حتى الله يسترك واللي فينا كافينا. عسى الله يسترنا رب العالمين واجعلنا من الذين يسترون الناس في عيوبهم، فنحرص كل الحرص على أن لا نقول إلا خيرا ولا نشهد إلا بالخير. مثل ما قلت لكم إن من لطف الله عز وجل فينا ستر الله علينا ولله الحمد. قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله عز وجل يكشف المستور يوم القيامة، ولكن فضل الله يؤتيه ما يشاء. من أقوى الأسباب اللي كان ساتر على نفسه بالدنيا الله عز وجل يستره يوم القيامة وبفضله وكرمه بعون الله، أن الله يتجاوز عنه بفضله وكرمه بعون الله قد الله عز وجل يتجاوز عنه بناء على أنه بذل الأسباب. أما الذي كشف ستر الله عنه يعني قد يعاقبه الله عز وجل بالفضيحة والعقوبة يوم القيامة. ليش أنك يعني تهدم نجاحك وستر الله عليك بنفسك؟ حاول أنك دائما، والله العظيم أني أشوف وناس حريصين على الستر وحريصين على أنهم يساهمون في الستر على المسلمين. حتى لما يشوف أحد من الناس يعني أصابه يعني عيب أو شيء، بعض الناس يروح يفسر كلام يقول هذا قصده كذا وكذا وكذا. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي أحد يجيك عنه معلومة ولا شيء يفسر تفسير خاطئ، حاول أنك تقول هذا لازم أن تبين من صاحب العلاقة نفسه، ما تقعد تفسر موجود ترى الآن بالتلفون فلان شنو قصدك بالسالفة هذه، فسرها فضل الله عز وجل. وحاول أنك دائما أنك تتبين من الحقائق ولا تحمل الأشياء إلى تحمل حمل خاطئ وسيء، لأن الأصل في المسلمين السلامة. وإذا رأيت شيء أحد المسلمين ولا على بلاء ولا شيء احسن الظن، إذا كان في مجال أنك تحسن الظن ولو كانت ضعيفة هذه يعني الظن، حاول أنك تكون مساهم في إحسان الظن حتى يعني تكون يعني قلبك صافي على المسلمين وأنك تستر المسلمين. وترى يا جماعة والله العظيم أن اللي يعني كما قيل الأبواب عند العياب عند الباب، اللي تسويه اليوم تحصل باكر. تستر الناس الله يسترك، ويستر والديك ويستر زوجتك ويستر عيالك وإخوانك وعلومك اللي غير مقبولة. حاول أنك تسأل الله المزيد من ستره وفضله. عقب ما تطلب الله أن الله يستر عنك قل يا ربي مثل ما سترت عيوبي يا رب تجاوز عني يا ربي واغفر لي يا ربي. دائما دائما أطلب ستر الله. والله يا أخواني كثير من الناس اللي ما يشكرون الله على سترهم على ستر الله لهم، الله يبتليهم بشيء اسمه الفضيحة. الفضيحة يا جماعة ممكن أن الفضيحة ممكن جرم الفضيحة تخليك مهدوم علاقات خلاص، ما حد يمكن ما حتى ما تزوج يمكن. فأطلب الله المزيد من ستره واشكره على ستره، واطلب من الله أن الله يعفو عنك. وكذلك حتى يعني تعامل بالأحسن والأفضل، إذا رأيت على مسلم بلاء أو أنه شفت عليه شيء عيب استر عليه، استر في مقام الستر. ترى بعض الناس ما يفرق بين الستر وبين الشهادة، الشهادة موضوع خط والستر موضوع خط. الشهادة لها خط شرعي وكذلك الستر لها خط شرعي. واحد شفته ابتلاه الله في الذنوب والمعاصي، أطلب من الله استر عليه، واطلب من الله أن الله عز وجل يهدي قلبه ويصلح عمله. حتى أنك طبقت انتين، أول شيء سترت عليه ثم أنك دعوت الله له بالهداية بعون الله أنك تنال ذلك بعون الله، أن الله بيهديك ويهدي قلبك ويستر عيبك. جعل الله وإياكم من الذين يقولون الحق ويتبعونه، ونكون بعون الله من الناجحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.